بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أنا بستأذنكم بس النهاردة الحلقة هتبقى متسجلة علشان المخرج الظاهر عنده غسيل أو عنده طبيخ أو عنده عزومة أو عنده حاجة كده، فإحنا سجلنا الحلقة، فاحنا برضو قلنا هنجرب علشان لو الظروف ما سمحتش احنا ننزل لايف يبقى انتوا بتشوفوا في وقت الدرس، هتشوفوا الدرس تشوفوا سواء لايف او متسجل. احنا النهاردة معادنا مع الحدث المهم الثاني من الاحداث التاريخية اللي حصلت في رمضان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي فتح مكة. احنا شفنا المرة اللي فاتت غزوة بدر. غزوة بدر دي كانت 2 هجرية، 3 هجرية كانت احد، 5 هجرية كانت غزوة الخندق. بعد غزوة الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم في العام السادس قدر يعمل هدنة بينه وبين قريش في صلح حديبية، ده كان سنة 6 هجرية. بناء على بنود هذه الصلح، بنود هذا الصلح أو هذه المعاهدة، إنها تقف الحرب بينهم لمدة 10 سنوات بين قريش وحلفائها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وحلفائه. يعني إيه حلفاء قريش وحلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني الحرب هتقف بين مش قريش والرسول صلى الله عليه وسلم بس، لا، وأي قبائل تبقى حليفة لقريش وأي قبائل حليفة للرسول عليه الصلاة والسلام. ده احد البنود بتاعه المعاهده بتاعه صلح الحديبيه. استمر الحال كده لغايه جت في سنه 8 هجرية. قبيله من حلفاء قريش اعتدت على قبيله من حلفاء اللي هي بني بكر، بنو بكر اعتدوا على قبيله خزاعه من حلفاء الرسول عليه الصلاه والسلام، وقريش ساعدتهم في كده، فده معناه ان ده نقض المعاهده. قريش لما لقت كده حست ان ده يعني هيبقى فيه خطر جدا عليهم، يعني هيشعل الحرب مرة اخرى بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش، فبسرعة ارسلت ابو سفيان الى المدينة علشان يعني قالوا ان هم هيروحوا يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم على اساس انهم عاوزين يمدوا المعاهدة اكتر من 10 سنين. قبل ما ابو سفيان يوصل كان اكتر من حد من قبيله خزاعه، دول راحوا استغاثوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. واحد استغاث في سوره، راح يقول له شعر ويقول له يعني القى عليه قصيده كبيره جدا انه بيطمع ان ياخدوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد لهم بطارهم. وواحد تاني راح للرسول صلى الله عليه وسلم، بديل بن ورقاء ده راح يستنجد بيه. المهم ابو سفيان هو رايح قابل بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينه في السكه، فبيقول انت كنت في انت كنت فين؟ انت كنت في المدينه عند محمد. فعرض بديل بن ورقاء فقال له لا انا كنت ماشي مع خزاعه وماشيين في السكه الفلانيه في بطن الوادي، وبعدين طلعنا منين وجي منين. فابو سفيان شك برضه في ايه في ان هو ايه يكون راح عند الرسول، سبق وراح عند الرسول عليه الصلاه والسلام. فاستنى نفس الحكاية اللي عملها بعد ما مشي بديل بن ورقاء، يعني خد برضو الفضلات بتاعت البعير وفركها، لقى فيها نوى يثرب، فعرف ان هو كان زي ما عمل بالظبط في ايه في غزوة بدر، فعرف ان هو كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الموضوع بقى شق اكتر شق اكتر على الرسول على ابو سفيان، لان عرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام عرف، فدخل هناك حاول يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدرش، فراح يتوسط لسيدنا ابو بكر عشان يتوسط له، وسيدنا علي وسيده فاطمه عشان يتوسطوا له عند الرسول عليه الصلاه والسلام يشفعوا له عنده، مرضوش، راح لسيدنا عمر، سيدنا عمر عشان سيدنا عمر يشفع له عند الرسول عليه الصلاه والسلام. سيدنا عمر قال لابو سفيان والله يا لو اجد الا الذر، الذر يعني النمل، لجاهدتكم به، يعني قتلتكم حاربتكم بالنمل، اشفع لك ايه؟ ومرضوش طبعا يشفعوا له. راح حتى عند بنته اللي هي السيده حبيبه ام المؤمنين علشان تشفع له عند الرسول عليه الصلاه والسلام، ما برضو ما فشل في ان هي تشفع له.
فأبو سفيان عرف إن هي إيه، هي الحرب هتقوم لا محالة، فرجع تاني على مكة، وقعد يستشير أصحابه هنعمل إيه. في الوقت ده قبل ما يجي خبر نقد قريش للصلح بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، قبلها بثلاث ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دي من علامات النبوة، ان هو ابتدى يجهز جيش، ابتدى يجهز الجيش، وحتى ما حدش عارف الجيش ده كان رايح فين، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم دي كان من عادته ان هو بيجهز الجيش وما بيقولش لحد هو طالع فين، عشان لو في جواسيس ولا في حد ما يروحوش يبلغوا العدو بتاعه بان هو ايه خارج لهم يعني. فقعد قبليها بثلاث ايام قبل ما يجيله خبر خزاعه وبنو بكر دول، ابتدى ايه يجهز هو في الجيش. مش كده وبس، وهم الصحابه كانوا متعودين على كده، ان هم ما بيقولهم يعني يلا على الجهاد، بيطلعوا بيحضر سريه او حاجه يقولوا يلا عشان هتخرجوا، ما فيش حد بيسال احنا رايحين فين، هو اللي ايه بيقول لهم انتوا هتروحوا في اخر وقت، بيقول لهم انتوا رايحين فين، فهم متعودين. فابتدوا يجهزوا الجيش، بس الغريب ان الجيش المره دي كان كبير قوي، يعني كان حوالي 10,000 مقاتل، ولا حتى سيدنا ابو بكر ولا سيدنا عائشه كانوا عارفين هو رايح فين. ده مش كده وبس، ده الرسول صلى الله عليه وسلم معانا في التمويه على الاعداء بتوعه كان بيعمل حاجه، كان بيعمل نوع من التوريه. نعمل نوع من التورية، كان يعمل ايه بقى؟ كان افرضوا مثلا ان هو هيتجه جنوبا، هو في المدينة هيتجه جنوبا رايح لمكة، فهيتجه جنوبا، يقوم يبعت عيون ويبعت سرية شمالا في اتجاه الشام، فالناس تفتكر، يقول لهم ايه روحوا قولوا لي الاخبار، اخبار الطريق الى الشام ايه، قولوا لي الجو هناك ايه، القبائل عامله ايه، فالناس على طول تفتكر انه هيتجه ايه شمالا، ويقوم هو متجه ايه جنوبا. وده طبعا نوع من الايه من الخبره العسكريه والذكاء العسكري بتاعه. المهم هو حضر الجيش بتاعه، وهو بيحضر الجيش بيستعد عشان يخرج من مكه، فوجئ سيدنا جبريل نزل قال له ابعت في خطاب، في خطاب موجود مع ضعينه، ضعينه يعني المراه راكبه الهودج، الهودج ست النساء زمان يركبوا الجمل، ما يركبوش الجمل زي الرجال كده، لا بيركبوه في اوضه زي اوضه مربعه كده اسمها ايه الهودج، فدي الهودج وعليه الجمل وعليه الهودج بيبقى اسمه ايه ضعينه، وده كان النساء هم بيركبوا فيه أثناء السفر وكده. فقال له ابعت في خطاب موجود مع امرأة مع ضعينة موجودة في حتة اسمها روضة خاخ. فجاب سيدنا علي والزبير وقال لهم روحوا هتلاقوا ضعينة موجودة في روضة خاخ دي، هتلاقوا معاها خطاب هاتوه. خرج سيدنا علي والزبير وراحوا روضة خاخ دي قبل ما الجيش يخرج وقبل كل حاجة. راح هناك فلقى الضعينة فعلا، فبيقولها هاتي الخطاب، قالت له معيش خطاب، هاتي الخطاب لتخرجن الخطاب او لنجردن الثياب، لو ما كنتيش هتخرجي الخطاب احنا هنفتشك تفتيش ذاتي. فالست خافت، فراحت عمل ايه، طلع ان هي مخبيه الجواب الخطاب الرساله اللي معاها مخبيها فين، مدفره عليها شعرها، فخدوا الخطاب ده ورجعوا بيه للرسول عليه الصلاه والسلام. طلع ان الخطاب ده بعته واحد من الصحابه اسمه حاطب بن ابي بلتعه، وده كان من الناس اللي شاهدوا بدر، ومن الناس اللي الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيثق فيهم جدا، وبعتهم يعني بعته برساله الى المقوقس يدعو الى الاسلام في مصر هنا، كان بعته مع حاطب بن ابي بلتعه ده. الرسول طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه قاعدين فوجئوا بالانخطاب من حاطب بن ابي بلتعه، بعته لقريش وبيخبرها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يخرج وايه ويغزو مكه. طبعا الكلام ده كان خطر جدا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولانه كان هدفه ان السريه التامه ويعتمد على عنصر المفاجاه لقريش، يعني قريش تلاقي جيش المسلمين على باب مكه، على باب مكه ما يلحقوش ايه يتصرفوا، لانه ما كانش عاوز يحصل قتال في الحرم المكي، ومش عاوز يقتل ايه اهله، لان اهله دول في قريش مش عاوز يقتلهم، فكان بيعتمد على عنصر المفاجاه والسريه التامه. فكون ان واحد من الصحابه يبعت لقريش يقول لهم كده، فدي طبعا كانت يعني زي ما بيقولوا ايه دي خيانه كبرى يعني.
خيانة كبرى، يعني خيانة في وقت المعركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، فوجئ بسيدنا عمر لما سمع ان ده بن حاتم بن ابي بيخبر قريش بخروج المسلمين، فقال له ايه، دعني اضرب عنقه يا رسول الله. سيدنا عمر ما كانش عنده تفاهم خالص، لقد نافق يا رسول الله، دعني اضرب عنقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له استنى. راح جابه، ليه عملت كده يا حاطب؟ فقال له يا رسول الله انا ماليش حد، انا كنت حليف او لصيق بقريش، يعني انا مش من قريش، ولي اهل وولد وعشيره موجودين في مكه، فلو خفت لو قريش عرفت ان انا جاي في الجيش المسلمين يأذوا ولادي وعشيرتي، واحنا ملناش حد هناك، لكن المهاجرين اللي عندك والانصار اللي عندك دول لهم عشيرة ولهم قبائل، ممكن ايه يدافعوا عنهم هناك، فانا خفت على اهلي، فحبيت يبقى لي يد على قريش عشان احمي بها مالي وولدي وعشيرتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم صدق، هو فعلا كان كده، قال له والله يا رسول الله ما نفقت وما كفرت وما ارتدت عن الاسلام، بس انا عملت كده خوفا على اهلي ومالي اللي موجودين في مكة من قريش، وتعمل فيهم ايه. فبرضه سيدنا عمر مصمم ان هو ايه يضرب عنقه، فقال له دعه يا عمر، فانه قد حضر بدر، ولعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما نقدرش ايه، لازم نقبله، هنقبله ومش هنعمل ايه فيه حاجه. وقبل عذره الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا قد ايه رحمته عليه الصلاه والسلام، وقد ايه ذكائه. طبعا ده نوع من النبوه، انه ازاي بيكشف، قادر يكشف ان حاطب كان فعلا صادق في نيته لما جه بعت هذا الخطاب، مش انه يخون الرسول عليه الصلاه والسلام. المهم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في حتة اسمها الأبواء. الأبواء دي كانت مرت علينا قبل كده، اللي هي كان فيها قبر السيدة أمينة، فاكرين أم الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي كانت أول غزوة خرجها الرسول عليه الصلاة والسلام، هي غزوة الأبواء لو تفتكروا، في العام الأول العام الثاني أو أوائل العام الثاني من الهجرة. في الأبواء دي فوجئ الرسول عليه السلام بابن عمه وابن عمته. ابن عمه مين؟ أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وابن عمته السيدة عتكة عبد الله ابن أبي أمية. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ده يعني جم عشان عاوزين يخشوا في الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلنوا إسلامهم. الرسول صلى الله عليه وسلم رفض حاجة غريبة جدا، يعني هو أي حد يعني بيجي عاوز يخش في الإسلام بيوافق عليه مهما كان أذى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الاثنين دول بالذات، أبو سفيان بن الحارث بالذات، ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي رفض إن هو يقابله وأشاح بوجه عنه. لحضرة أم سلمة قالت له أنت بت 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 بتقبل أي ناس أشقى منهم كتير قوي، يعني اشمعنى دول مش هتقبلهم، يعني ما تخليهمش بغضبك عليهم أو برفضك مقابلتهم يبقوا أشقى الناس على وجه الأرض. طب اشمعنى ليه دكتور سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحارث بن ابي سفيان ده كان ابن عمه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبه جدا قبل البعثه، وهما كانوا اصحاب جدا، وهو كان شبه الرسول عليه الصلاه والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان شبهه شكلا، يعني هما اثنين من ابناء عمومه الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا شبهه، من بني هاشم، عبد الحارث بن ابي سفيان ابن الحارث ده وقصم ابن العباس، دول كانوا شبههم. هو بس كان مقرب جدا للحارث ابن ابي سفيان قبل البعثه، لابي سفيان قبل البعثه كان مقرب له جدا، لانه كان في اولا كان اخوه في الرضاعه، وكان بقول لكم كان شبهه وكان بيحبه جدا، لانه كان شاعر مفوه وكان فارس عظيم جدا، فكان متوقع وكان ذكي جدا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان متوقع انه من اوائل الناس اللي هيؤمنوا بيه لما بعث، كان ابو سفيان ده. ففوجئ بيه انه من ساعه ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وابو سفيان ده سلط لسانه وسيفه على حرب الرسول عليه الصلاه والسلام. لسانه بهجاء قاعد يقول شعر يهجو به النبي عليه الصلاه والسلام، وسيفه ما في غزوه خرجتها قريش عشان تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم الا كان ابو سفيان ده على راس هذا الجيش، المدافعين من الفرسان اللي خارجين يحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فعشان كده كان واخد على خطوه قوي منه.
المهم ان هو ايه، ان هو وافق خلاص ان هم يخشوا، يعني قبلهم معاه، وفضل برضو يعني شايل في قلبه لغايه ما بعد فتح مكه حصل غزو، حصل غزوه حنين، و ابو سفيان استمات في الدفاع عن الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه حنين دي. خلت الرسول عليه الصلاه والسلام يعني يشيلها له قوي قوي قوي، مش يشيلها له بس، ده يشيلها له وبشره بالجنه، بشروا بالجنة. وبيحكي أبو سفيان ده بيقول إن ما في من بعد ما أسلمت ما قدرتش أرفع عيني في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، من كتر إيه إحساسه وإنه كان مكسوف من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد غزوة حنين، لغاية ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أبو سفيان كان بيتكسف يرفع عينيه في الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي الأبواء دي قلنا إيه، قلنا جاله أبو سفيان، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وجي ابن عمته الثاني ابن عمته عبد الله بن أبي أمية، دول دخلوا في الإسلام. وهم وصلوا للحقوق الجحفة، هم ماشيين بشويش خالص، يفاجأ الرسول صلى الله عليه وسلم يصل مين بقى في الجحفة، والجيش الإسلامي موجود في الجحفة، يصل مين، يصل العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج هو وأهله مهاجرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قبله في، هو كان مهاجر رايح المدينة، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الجحفة. العباس هو مش أسلم ساعتها، يعني العباس كان أسلم من زمان خالص خالص، وكان كل بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كل شوية العباس يبعت للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يعني أهاجر، يقول له لا خليك عندك، لأن العباس كان عين الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش، كانت قريش بتعمل إيه؟ يعني في غزوة بدر لما قريش قررت إنها تخرج تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل ما الجيش يخرج العباس بعت مرسال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له إلحق الجيش خارج وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. غزوة أحد نفس الحكاية، غزوة الخندق نفس الحكاية، فكانت عين للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له إيه، فكل ما يبعت يقول له عاوز أهاجر يقول له إيه، اصبر يا إيه، اصبر يا عم، لعل الله يختم بك الهجرة كما ختم بالنبوة. وفعلا كان آخر واحد هاجر من مكة إلى المدينة كان العباس أثناء فتح مكة، ده كان آخر واحد هاجر وختم به الله عز وجل فعلا الهجرة. دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنحفظها لأولادنا، إن العباس هو ده آخر واحد هاجر. مين أول واحد هاجر إلى المدينة؟ كان أبو سلمة زوج أم سلمة، ودي هناخدها إن شاء الله في الدرس بتاع الهجرة. أنا كاتبه لكم في الورق يعني خمس جمل كده عن العباس، ان العباس كان له ايادي بيضاء، وكان انه عم الرسول عليه السلام، وكان له ايادي بيضاء، وكان له السقايه في مكه، وخمس جمل كده يعني لازم على الاقل عارفينها عن العباس ودوره في نشر الاسلام وفي تثبيت الرسول عليه الصلاه والسلام، ولدرجه ان الرسول عليه السلام يقول عليه إن الله في حديث يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ومنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة تجاهين، يعني قدام بعض، وبينهما بيت العباس، فهو مؤمن بين خليلين. دي منزلة العباس في الجنة. فانا كاتبه لك خمس جمل كده حلوين كده، يا ريت تقريهم وتعرفيهم لاولادك مين هو العباس، اشهر ولاده مين، اشهر ولاده وحبر الامه عبد الله بن عباس، الفضل بن العباس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبه جدا ويركبه وراه وهو خارج من عرفه في حجه الوداع. ف يا ريت نعرف ناخد فكره بس كده على بس كاتبهم لك برده ايه في الورق. يبقى خلاص عرفنا ان هو في روضة خاخ، جاب الكتاب اللي بعته حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش. في الأبواء أسلم أبو سفيان، وأبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية. وفي الجحفة وصول العباس خاتما للهجرة، كان آخر من وصل، آخر من هاجر من مكة إلى المدينة، لغاية ما وصلوا حتة، وطبعا الجيش ماشي في سرية تامة، يمشوا بالليل ويناموا الصبح عشان محدش يحس بيهم، لغاية ما وصلوا حتة قبل جنب مكة كده، قبل حدود مكة، قبلها بشوية كده، اسمها مر الزهران.
جنب مكة على طول. لما وصل مرة الزهراء الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ تعرفين في الحروب او في السفر الناس لما بتبقى مسافرة بالليل ولا حاجة، تبص مثلا كل 5 أو كل 10 يولعوا نار يقعدوا حواليها، وانا ما اشوف عدد النار دي اقدر اعرف الناس اللي قاعدين دول كام واحد تقريبا يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل مر الزهران ده امر كل واحد في الجيش، مش كل 10 ولا حاجة، كل واحد يولع نار لوحده. فبالتالي ومر الزهران الزهر دي حتة عالية، فطلعت نيران كتيرة جدا جدا جدا، اكتر طبعا من عددهم هم. منظر النيران الكتير دي معناها ان عددهم كبير جدا جدا لما كل واحد يولع نار دي، فلكم ان تخيلوا المنظر كان ايه. قريش في الوقت ده سمعت وعرفت ان محمد واصحابه خارجين وجايين، فطلعوا يبصوا. اما على ما وصلوا المر الزهران ده خرج ابو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام، خرجوا يبصوا قالوا النيران، ايه النيران الكتيره دي؟ ايه النيران الكتيره دي؟ مين دول؟ مين دول؟ ما هو بالليل محدش شايف حاجه ولا حد عارف حاجه، مين دول؟ فابو ديل بن ورقاء قال ايه، متهيألي دول ايه خزاعه جايين ايه ينتقموا من بنو بكر وينتقموا مننا عشان ساعدنا بني بكر، فمتهيألي دول خزاعه جايين ايه ينتقموا مننا. ابو سفيان قال لا، العدد ده اقل قوي من قبيله خزاعه، مين دول؟ مين دول؟ وهم قاعدين بيتكلموا كده، العباس لما اسلم وشاف عدد المسلمين كتير قوي 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 خاف على قريش واحسن يحصل ايه قتال بينهم وبين المسلمين. فركب البغلة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عنده بغلة بيضاء اهداها له المقوقس، كانت اسمها ايه اكيد انتوا عارفين، اسمها دلدل، اسمها ايه؟ دلدل، صح؟ لا مش قسواء، قسواء دي كانت الايه الناقة، لكن البغلة البيضاء كانت اسمها دلدل. وكان عنده حمار، الحمار كان اسمه ايه؟ يعفور. علموا ولادكم الحاجات دي كلها، يعني ابنك اشترى عجله جديده او بنتك اشترت عربيه جديده ولا حاجه، خليها تسميها دلدل بدل ما تسميها عزيزه، سميها دلدل. ابنك جاب عجله خليها سميها يعفور او سميها دلدل، وتفهميه مين هي دلدل دي، ان دي بغله الرسول. كل ده انا بتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، بحاول اربطهم بالرسول عليه الصلاه والسلام. المهم ابو سفيان كان خايف جدا، فقال ايه اما احاول اروح اخر، ركب البغله بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم عشان الـ المسلمين الصحابه اللي مع الرسول معاه لما يشوفوا بغله، هم عارفينها بغله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقول انت مين ورايح فين وجاي منين وكلام كده. فركبها ورجع ومشي في طريق، رجع في طريق مكه عشان يشوف اي حد من قريش يقول، يروح لقريش يقول لهم يجوا يستأمنوا الرسول عليه الصلاه والسلام، ياخدوا الامان منه ويعملوا صلح معاهم تاني، يعملوا صلح معاه تاني. لان لو 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 العدد الكبير ده من الجيش دخل مكه، قريش ايه هيبهدلوا الدنيا، وارض حرم ممنوع القتال فيها. فالعمليه كانت ايه، العباس كان خايف جدا. وهو ماشي بالبتاع سمع ابو سفيان وابو ديل بن ورقاء قاعدين بيتكلموا، ودي نار مين منهم مين؟ قال ابو سفيان، قال له قال له تعالى انت بقى، تعالى بسرعه استامن، شايفين اللي انتوا شايفينهم، عارفين مين اللي انتوا شايفينهم دول؟ قالوا له لا احنا مش عارفين دول مين. قال لهم دول محمد واصحابه. فابو سفيان طبعا اتخض جدا، قال له طب إيه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ قال له ما فيش غير ضرب الاعناق، يعني هيموتوكوا، ما فيش غير انك انت تيجي تستامنه، اركب ورايا. فخدوا وراه وطلعوا ايه وماشيين. وطبعا ابو سفيان كان ملثم وماشي في وسط الصحابه، وهو ماشي كل ما يشوفوه مين ده، مين ده العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وشايفين مين اللي وراه. ما بيسالوش على مين اللي وراه، ده العباس، ده العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو ماشي لغايه ما مين اللي شافه؟ مين اللي شاف؟ لمح ابو سفيان سيدنا عمر. قال له يا عباس مين اللي وراك؟ قال له ده ابو سفيان. قال له عدو الله عدو الله. فابو سفيان العباس راح طالع جري بالايه؟ بالبغله على خيمه الرسول عليه الصلاه والسلام، وسيدنا عمر وراه جري عاوز ايه يموته، لانه خلاص ما عادش في بينهم، لانه كافر وما عادش في بينهم صلح ولا عهد، ما فيش بينهم ايه امان ولا اي حاجه. فدخل ابو سفيان، ابو سفيان والعباس دخلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، ووراهم سيدنا عمر. سيدنا عمر بيقول يا رسول الله دعني اضرب عنق عدو الله من غير لا معاهده ومن غير لا صلح، اموته، دعني اموته. فابو سفيان قال له لا ده هو في جواري، ده ايه في حمايتي.
فسيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ابو، قال له سيدنا عمر ايه انتظر ايه يا عمر، استنى يا عمر. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما شاف ابو سفيان ما قالوش حاجه، قال له يعني ايه، قال له قال للعباس خده ينام، بصوا حلمه ازاي الرسول عليه الصلاه والسلام، قال له خده عندك في الخيمه ينام معاك، لانه في جوارك، طالما انه في جوارك في حمايتك محدش يقدر ياذيه، خده وهاتهولي الصبح، وهاتهولي الصبح. ففعلا راح نام معاه في الخيمه، وتاني يوم الصبح خده وراح للرسول عليه الصلاه والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يا ابو سفيان ما انا لك ان تؤمن ان لا اله الا الله؟ قال له واحنا وانا طبعا اؤمن بان لا اله الا الله، لان ما لناش اله غيره، لو كان لي اله غيره كان انقذنا، ما كانش سيبنا يعني في الورطه اللي احنا فيها دي، فانا اؤمن ان لا اله الا الله. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا ابو سفيان اما انا لك ان تؤمن اني رسول الله؟ قال له اما هذه ففي قلبي شيء منها، ففي صدري شيء منها يا رسول الله، في قلبي او في صدري شيء منها. فالعباس قال له ويحك سيضرب عنقك. فقال له اشهد ان محمد رسول الله. فطبعا الايمان وهنا مش كامل قوي يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ هو شهد خلاص، طالما شهد يبقى خلاص. شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لا، شوف ذكاء الرسول عليه الصلاه والسلام، حس ان لسه في حته تك عنده يعني، ما امنتش قوي يعني. فقال لي العباس ايه؟ قال له خده وقعد على مضيق الوادي، الوادي كبير كده، في حته بالضيق. الجيش المسلمين وهو داخل، القبائل اللي هي جايه ال 10,000 مقاتل دول، كل قبيله رافعه العلم بتاعها. قال له خده على مضيق الوادي اقعد بيه هناك عشان يشوف عزوة الإسلام، الإسلام بقى عزوة قد إيه، العدد كبير قد إيه دخل، المسلمين بقوا إيه. ففعلا العباس خدوا وراحوا قعدوا في مضيق الوادي ده، وشوفوا إيه الكتائب وإيه وهي ماشية، كل كتيبة وكل قبيلة رفع العلم بتاعها. يقول أبو سفيان يسأل العباس مين دول؟ يقول لهم دول مثلا إيه، دول بنو الحارس. مين دول؟ دول بنو ساعدة. مين دول؟ دول مش عارفة مين من بني حنيفة. دول مين دول؟ دول فلان، دول فلان. فأبو سفيان قاعد كده فقال له إيه، لقد عظم ملك ابن أخيك يا عباس. يعني ملك ابن أخيك النهاردة ده بقى إيه، بقى هو فاكر إن هو إيه ملك. شوفوا كلمة العباس بقى رد عليه، هو بيقوله لقد عظم ملك ابن أخيك يا عباس. قال له يا عم إنها النبوة. قال له هي إذن. ساعتها بقى إيه خلاص استقر في نفسه وآمن تماما ان هي ايه، ان هو نبي فعلا، مش ملك ولا عاوز ياخد يبقى عاوز يبقى رئيس ولا يبقى ملك ولا يبقى حاكم ولا يبقى كده يعني. فده اسلام ابي سفيان. قبل ما ابي سفيان والعباس يخرجوا من عند الرسول عليه الصلاه والسلام، لما اعلن اسلامه العباس في منتهى الذكاء قال للرسول صلى الله عليه وسلم ان ابي سفيان رجل يحب الفخر يا رسول الله، قل له حاجه كده، دي له حاجه كده، يعني انه بيحب دايما انه ايه يعني يحس انه فوق الناس كلها يعني، يحب الفخر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ايه، قال له ايه، قال له قل للناس وزع في الناس وقل لقريش من دخل بيته فهو امنا، ومن دخل المسجد الحرام فهو امنا، دخل الكعبه فهو امنا، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امين. طبعا حس ايه بقى يعني، بيته بقى فرح جدا ابي سفيان ان بيته بقى ده مامن، مامن في محدش عارف ايه اللي هيحصل يعني. فابو العباس خرج هو وابو سفيان، ابو سفيان قال له ايه، انت تطلع جري على قريش تقول لهم ان ايه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيجبر حد على ولا هيقاتل حد، وهو مش عاوز يقاتل حد، كل واحد يخش في بيته، اللي هيخش بيته فهو آمن، اللي هيخش الكعبة فهو آمن، أو بيت الحرام فهو آمن، واللي هيخش داري فهو آمن، والرسول صلى الله عليه وسلم مش جاي قاتل ولا جاي يعمل أي حاجة. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم راح لقريش وقال لهم كده.
في شويه من شباب سفهاء قريش قالوا له لا 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 احنا هنحاربه يعني هنحاربه. فخرج عكرمه بن ابي جهل وصفوان بن اميه وسهيل بن عمرو، دول قالوا لا احنا هنحارب يعني هنحارب. ودول اللي قابله خالد بن الوليد لما دخل مكه من جنوب مكه وانتصر عليهم، 12 واحد منهم مات والباقي طلع يجروا وطلعوا يجروا. ده القتال الوحيد اللي دخل اللي حصل اثناء فتح مكه بين الشباب المتهور ده وبين خالد بن الوليد. خلاف كده، واثنين من المسلمين بس توفوا وال12 من المشركين والباقي طلعوا يجروا. ودخل الرسول عليه الصلاه والسلام مكه بدون قتال وبدون لسه ما دخلش مكه، يعني دخل الحرم بدون اي قتال، وهو ده الحرب هو ده القتال الوحيد اللي دار اثناء فتح مكه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم جه على حدود مكه في حته اسمها وادي طوى، عمل ايه؟ قسم الجيش بتاعه لثلاث فرق، ثلاث كتايب، عشان تخش ايه مكه من الشمال ومن الجنوب ومن الايه ومن الغرب ومن الشرق، يعني يبقى كذا حته جيش المسلمين داخل علشان قريش ما تقدرش تركز تحارب مين ولا مين ولا مين فتستسلم. وفعلا ما حدش قدر يحارب، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون قتال. الوحيد للحرب اللي حصلت قلت اللي كانت مع خالد بن الوليد، مع الكتيبة بتاعت خالد بن الوليد. ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة بدون قتال، متأطئا رأسه، ولذلك بقولك لحيته لمس بقت كانت بتلمس الايه الرحل بتاعه، يعني موطي رأسه خالص كده وهو داخل ايه بقى فاتح مكة، داخل متأطئا رأسه ولابس عمامة سوداء. يعني ايه يا دكتوره سوزان؟ يعني لابس عمامه سوداء يعني ما كانش محرم، ودي خدنا منها ان يجوز الواحد يخش مكه وهو مش محرم. فلما دخل عند الكعبه استلم الحجر وهو راكب الناقه بتاعته، وابتدى يطوف حوالين الكعبه وهو راكب الناقه، ومنها خدنا يجوز ان الواحد يطوف وهو راكب ايه وهو راكب حاجه. وكان في ايده قوس، وكان حوالين الكعبه في اصنام. ابتدى وهو بيطوف طواف التحيه، ابتدى يطوف يخبط يوقع الاصنام. في ناس بيقولوا بقى بيضرب الاصنام اللي موجوده حول الكعبه دي يوقعها كلها، كانوا قال ان هم 365 صنم او حاجه، لان كل قبيله من قبائل العرب كانت بتحط الصنم اللي هي بتعبده في حوالين الكعبه علشان يجوا يحجوا. قريش كانت بتسمح بكده عشان ايه يجوا يحجوا ايه، كل واحد يجي يحج للصنم بتاعه. وفي ناس بتقول ان هو ما ضربهمش بالقوس، يعني بقى يزقهم بالقوس عشان يقعوا، مجرد ان هو كان بيشير لهم هم كانوا بيقعوا لوحدهم. وبعد كده بعد ما طوف سبع مرات طواف التحيه، دعا عثمان بن طلحه. مين عثمان بن طلحه ده؟ كان معاه مفتاح الكعبه اللي هو كان له السدانه اللي هو معاه مفتاح الكعبه، وهنتكلم على السدانه دي دلوقتي. معاه مفتاح الكعبه، وامر ان هو يفتح، وخد المفتاح منه وفتح مفتاح الكعبه هو بين المهاجرين وبين الانصار، وفتح الكعبه لقى في جوه صور لسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل ورسمينهم وهم قاعدين يستسقوا بالازلام. الازلام دي يعني كان بيجيبوا الاسهم بتاعت القوس والسهم دي، يجيبوا الاسهم ويكتبوا عليها افعل لا تفعل، ويحطوهم في جراب كده، وبيبقوا عاوزين يعملوا حاجه، يعملوا حاجه زي القرعه كده، يعملوا القرعه كده واللي يطلع بيه يعملوا بيه. دي كان اسمها استسقاء بالازلام. فكانوا رسمين سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل قاعدين بيستسقوا بالازلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قاتلهم الله، عمر ما ابراهيم ولا اسماعيل ايه استسقوا بالازلام. وامر بيشيل التماثيل دي كلها والصور دي كلها، وكان في حمامه معموله من القش باين، ولا معموله من سعف، من السعف ولا حاجه، سعف النخيل، فامر برضو ان هي ايه ان هي تطلع إيه بره. ودخل الرسول عليه الصلاه والسلام الكعبه. الكعبة في الوقت ده كانت قائمة على ست أعمدة. دخل هو وسيدنا بلال وسيدنا أسامة بن زيد وقفلوا باب الكعبة عليهم. لما دخل دخل للجدار المواجه لباب الكعبة، هنشوف الكلام ده دلوقتي. دخل الجدار المواجه الكعبة وباب الكعبة، وخلى أربع أعمدة على إيده اليمين وعمودين على إيده الشمال، وصلى في الحته دي، صلى ركعتين. وبعد ما صلى راح في اركان الكعبه الاربعه قاعد يكبر ويهلل، يكبر ويهلل، يكبر في الاربع اركان بتوع الكعبه. حته انه صلى او ما صلاش فيها اختلاف عندنا في الروايات. في روايه لعبد الله بن عمر عن بلال ان بلال قال ان هو صلى،
أسامة بن زيد قال ما صلاش. احنا عندنا في الأحاديث لما يبقى في أحاديث في واحد مثبت واحد نفي بناخد بالمثبت، دي قاعدة عندنا في الأحاديث كده. فحتة انه صلى او ما صلاش قلنا دي فيها اختلاف، بس الارجح الارجح ان هو ايه رواية عبد الله بن عمر عن بلال، لان بلال كان اكبر في السن، اسامة بن زيد كان سنه صغير، يمكن اول مرة دخل كان مبهور ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي. مش معناه انه كذاب، لا، معناه انه ما شافوش ان هو بيصلي، لكن بلال شافه، والصحابة ما بيكذبوش. فاحنا بناخد الرواية الايه الاثبات، الرواية اللي فيها الاثبات، فان هو ايه صلى ركعتين جوه، ومنها خدنا حكم الصلاة داخل الكعبة، ودي مكتوبة برضو عندكم في الورقة، انا كتبت لكم ازاي الاحداث دي كلها احنا بنطلع منها ايه احكام، بناخد منها احكام، وانا كاتب لكم احكام بس ايه نوسع مخنا، عشان مش احنا ما بندرسش السيرة علشان نعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد احنا بنحكي حدوته، لا، دي احنا بناخد بنتعلم منها ديننا، بناخد منها الاحكام اللي خدناها. إخيام يعني الناس اللي هتقول يجوز الصلاة جوه الكعبة، جبناها منين؟ من صلاته عليه الصلاة والسلام في فتح يوم فتح مكة، يجوز الصلاة هل نافلة ولا الفرض؟ ففيها اختلاف، في ناس قالت لا النافلة بس هي اللي تصلى جوه الكعبة، لكن الفرض ما يصلىش جوه الكعبة، حواديت حواديت حواديت. المهم بعد ما صلى خرج بره، فوجئ بكل قريش قاعدين ايه واقفين قدام باب الكعبه وقاعدين مستنيين هيعمل ايه. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم انتوا شايفين، يعني خطب خطبه كده لغى فيها كل اي حد له دم او له مال، كل ده يعني تحت قدمي، يعني خلاص ما عادش فيه يعني اي حد عنده طار، ما فيش حاجه اسمها حد له طار ولا له دم عند حد، كل وما فيش حد له مال عند حد، كل ده تحت قدمي. بقى بس حاجتين، بقى اكد على حاجتين، ان السدانه هتبقى لعثمان بن طلحه، مفتاح الكعبه هيفضل لبنو عبد الدار اللي هو الجد الاكبر لعثمان بن طلحه، هتفضل معاهم، وان السقايه تفضل للعباس اللي هو ايه لبني هاشم، هتفضل معاهم السقايه. وقال حاجة تانية، الدية المغلظة، في فرق بين الدية العادية، لو واحد قتل واحد له الدية، الدية 100 ناقة، طيب لو قتل وغلط بتبقى دية مغلظة، دية مغلظة يعني يعني ال 100 ناقة دول يبقوا ال 100 ناقة دول يبقوا بطنهم فيهم حامل، يعني يبقى فيهم اسمهم دية مغلظة، يبقى في بطنهم عجول، يعني مش عجول يعني يعني الناقة مش أي ناقة، عشان تدفع في الدية لازم تبقى الناقة إيه حامل. المهم وبعد كده ما لقى قريش كلهم واقفين تحت، فقال لهم ما ترون اني فاعل بكم؟ تفتكروا هعمل فيكم ايه؟ عمرها ما حصلت ان قائد منتصر يخش بلد حربوه، مش حرب واحده، ثلاث حروب، وبهدلوه وخدوا حاجته وخدوا بيته وخدوا حاله، اي قائد يخش يرجع بلده تاني او يخش بلد جديده فاتحا انه بيسيب الناس كده. فقال لهم ما ترون اني فاعل بكم؟ فقالوا له اخ كريم، ابن اخ كريم، جمع الوتر الحساس، فقال لهم ايه ما اقول فيكم الا كما قال يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، خلاص ما عادش حد هيعاتب حد، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء. ودعا عثمان بن طلحه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم خارج ومعاه مفتاح الكعبه، فالعباس جاله قال يا رسول الله اعطني مفتاح الكعبة عشان يبقى بنو هاشم يبقى لهم، هم لهم السقاية بيسقوا الحجيج وده كان شرف عندهم، يبقى بنو هاشم لهم السقاية والسدانة، اعطيني مفتاح الكعبة عشان ايه يبقى معانا احنا بنو هاشم دول، يبقى ايه عيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعيلة العباس، يبقى معانا ايه معانا شرفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا عثمان بن طلحة ورجع له المفتاح تاني وقال له خذها تالدة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، إن الله قد استأمنكم على هذا البيت فكلوا مما يصلكم منه بالمعروف. ولغاية النهاردة مفتاح الكعبة مش مع الملك سلمان أو مع ولي العهد، لا، مفتاح الكعبة مع أحفاد، مش عثمان بن طلحة، بقى عثمان بن طلحة لما مات ولاده ما خلفوش أو حاجة، فإدوا فمين اللي خد مفتاح الكعبة، مين اللي خد السدانة؟ أبناء عمومتهم من بني عبد الدار برضو، إن هم بنو شيبة، ولغاية النهاردة مفتاح الكعبة موجود مع بنو شيبة، لما بيحبوا يخشوا الكعبة هم لهم السدانة، وأي حد عاوز يخش الكعبة هم بيروحوا، هم اللي بيروحوا يفتحوا مفتاح الكعبة، حد الزوار يخشوا يزوروا ويصلوا وبعد كده يخرجوا، هم يقفلوا الكعبة تاني، يقفلوا ياخدوا المفتاح عندهم.
لغاية النهاردة، وهنشوف الكلام ده إن شاء الله. ده اليوم الأولاني. اليوم الثاني حصل إيه؟ اليوم الثاني قعد اليوم الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحكام الحرم المكي اللي هنشوفه دلوقتي، ودي أنا كاتبها لكم في الحج والعمرة، إن لا يقطع شجره ولا يحمل فيه سلاح ولا تلتقط لقطته، حواديت لها أحكام كده، قال الأحكام دي. وقعد في مكة هو حوالي 19 يوم، حصلت أحداث كتيرة فيهم ومفارقات جميلة جدا بتدل على نبوته وعلمه بالغيب. بعد ما قدم مفتاح، نسيت اقول لكم، بعد ما قدم مفتاح الكعبه لعثمان بن طلحه وقت صلاه الظهر جه، فنادى بلال وقال له اطلع اذن من فوق الكعبه، وطلع بلال فوق الكعبه واذن صلي صلاه الظهر، وطبعا بكت العيون وبكت طبعا العيون لسماع صوت بلال بيؤذن من فوق الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قعد في مكة حوالي 19 يوم، حصل فيها أحداث جميلة جدا، وإحنا نقراها كده، أنا ملخصها لكم للذكرى والتاريخ، ونتائج فتح مكة، إن الجزيرة العربية كلها عرفت إن البيت ومكة محدش يسيطر عليها غير من معه حق. الحاجة التانية إن أصبح للمسلمين السيادة السياسية والدينية في الجزيرة العربية كلها. ناخد بقى كده كام سلايد كده على الكلام اللي إحنا قلناه كده عشان نثبت إيه الكلام ده، يعني على قد ما قدرت طبعا أجيب لكم الصور. ده شكل مكة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نتخيل شكل مكة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا مكة كانت وادي موجودة بين يعني أرض منخفضة حواليها جبال من كل ناحية، ما كانش فيها غير أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي، هو المنظر كان كده، فيها الكعبة وحجر إسماعيل وزمزم، أهي كانت بير في الأرض هنا، وأدي الصفا وأدي المروة، والناس كانت بتسعى بين الصفا والمروة، وما كانش فيه سور بقى للمسجد ولا أي حاجة. ده شكل مكة طبعا العلماء بيتخيلوا هذا، يعني ده كان شكل مكة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. تاريخ بناء الكعبة، الكعبة ما بناها سيدنا إبراهيم، بناها مش بالارتفاع اللي هي موجودة بيه دلوقتي، لا كانت حوالي تسع أذرع. بناها عبارة عن صندوق كده، صندوق أو بيت له أربع أضلاع، مفيش سقف، وله بابين واصلين للأرض، باب في الناحيه دي اللي موجوده الموجود فيها الباب دلوقتي، بس كان وصل للارض، دلوقتي الباب مرفوع عن الارض اهو، باب الناحيه دي وباب في الايه في الجدار ده، الناس كانت تخش من باب وتصلي وتقعد وبعد كده ايه يخرجوا من الباب الثاني، وهنا الحجر الاسود ده. وانا كاتبه لكم الكعبه، تاريخ بناء الكعبه كاتبها لكم، الكعبه مشوفه كل ما يخطر على بالك ناحيه الكعبه، معلومات ارجوك وصلها لابنك، وصلها لبنتك، وتكلموا كل ما يجي صوره الكعبه في اذان في حج في عمره، كل ما تيجي سيره الكعبه ابتدي قول معلومه، يعني ايه السدانه، يعني ايه كسوه الكعبه، يعني ايه مين اللي بنى الكعبه، ومين اللي بنى الكعبه، ما حدش عارف مين اللي بنى الكعبه، في ناس يقولوا سيدنا ادم، ناس يقولوا الملائكه هم اللي بنوها. وانا كاتبه لكم الكلام ده، سيدنا ابراهيم مش سيدنا، احنا بياخدوا في المدرسه سيدنا ابراهيم هو اللي بنى الكعبه، هو سيدنا اسماعيل، لا سيدنا ابراهيم هو اللي رفع القواعد، يعني القواعد الاساس بتاع الكعبه كان موجود، كان موجود، يعني الكعبه اتبنت، وبعد كده حصل طوفان نوح، طوفان وحصل طوفان سيدنا نوح، فالارض غرقت، فالبيت الكعبه وقعت، ما فضلش منها غير الايه غير القواعد بس. سيدنا ابراهيم ربنا امره ان هو يظهر هذه القواعد، يظهرها ازاي؟ يعني يبني فوقيها ايه الاربع حيطان دول عشان الناس يعرفوا ان هنا كان مكان البيت اللي كان موجود. مين اللي بنى الكعبه؟ محدش عارف. ناس تقول لك الملائكه، ناس تقول لك سيدنا ادم او حد من ولاد سيدنا ادم، مش هيفرق معانا، انا كاتبه لكم الكلام ده. فالمره يعني تاريخ بنائها، سيدنا ابراهيم بناها بالمنظر ده. وبعد كده خمس سنين قبل البعثة النبي عليه الصلاة والسلام حصل كم كانتش متسقفة، حصل سيل جامد جدا جدا جدا، مطر جامدة، فالمطرة كانت بتنزل ايه جوه الكعبة، فجدران الكعبة تصدعت، فقريش قررت انها تهد الكعبة وتبنيها تاني، وانا مش هحطه فيها غير كل فلوس حلال، طبعا ظهر فلوسهم الحلال كانت قليله قوي، فما جم يبنوها ما قدروش يبنوها على القواعد اللي بناها سيدنا ابراهيم، فصغروا حجمها. طب والحته دي اللي هي كانت على قواعد سيدنا ابراهيم راحوا حاطين حواليها حجر اسماعيل،
بنوا سور كده، قال يعني ان السور ده جزء، ده حجر اسماعيل ده جزء من الكعبه، لان الكعبه كانت واصله لغايه هنا، وعشان كده اللي بيصلي في حجر اسماعيل كانه صلى جوه الكعبه. عملت ايه قريش؟ قريش صغرت حجمها، سقفت الكعبه عشان السيول ما تخشش فيها، خرجت حجر اسماعيل وقفلت الباب اللي كان في الجدار ده، وخلت الباب باب واحد بس، والباب ده رفعته عن الارض. ليه رفعته يا دكتوره سوزان؟ عشان اللي يعجبهم يحطوا له سلم ويدخلوه، واللي ما يعجبهمش ما يدخلوش، يدخلوا اللي يعجبهم يحطوا له السلم او يشيلوه. دي ده كان 5 سنين قبل البعثة، ودي اللي اشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم معاهم، وفاكرين لما شالوا الحجر الاسود واحتاسوا مين اللي هيرجعه، وكانوا هيتخانقوا مع بعض، فجه الرسول عليه الصلاه والسلام فرد رداءه وقال لكل رئيس قبيله ان هو يمسك من طرف الرداء، وشال بيد الشريف الحجر ورجعه مكانه. خدناها في المدرسه، يقول لك عليه الصادق الامين. فدي كانت 5 سنين قبل البعثه، الرسول كان عنده حوالي 35 سنه. بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان جه ابنه يزيد خد الحكم في الدولة الأموية. جه يزيد خد الحكم، بقى هو الخليفة بعد أبوه معاوية بن أبي سفيان. عبد الله بن الزبير رفض في حدوتة كده، هنبقى نحكيها مع بعض. عبد الله بن الزبير رفض إن هو يدي ليزيد يبايعه بالخلافة، لأنه كان شايف أنه هو أحق بالخلافة. ففعلا خد مكة كلها وخد الحجاز كلها ووضع إيده على مكة واستقل عن يزيد بن معاوية. فجئ فعبد الله بن الزبير لما خد لا هو يزيد خد الخلافه، وبعد ما يزيد ما توفي ابنه جه خد 3 شهور وتوفي هو كمان، فما لقوش حد، فابناء عمومتهم عبد الملك بن مروان هم اللي خدوا الخلافه. فعبد الله بن الزبير رفض انه يدي البيعه لعبد الملك بن مروان، وقالوا احنا بنو هاشم هم احق بالخلافه، وكانت حدوته كده، وبعت له الحجاج ضرب الكعبه بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير في ماساه كده لما نحكيها. المهم عبد الله بن الزبير لما كان خد مكه، كان سمع حديث من عمته السيده عائشه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لو كان الامر بايدي لولا ان اهلك حديث عهد بالاسلام لكنت رجعت البيت على قواعد ابراهيم تاني، يعني دخلت في حجر اسماعيل ونزلت الباب ده، لكن قريش يعني لسه داخلين في الاسلام جديد، فمش عاوز العب في البيت عشان ما اعملش فتنه. عبد الله بن الزبير كان سامع الحديث ده من السيدة عائشة، فلما وضع يده على مكة رجع البيت زي ما كان أيام سيدنا إبراهيم، دخل حجر إسماعيل جوه ونزل الباب ده وخلى في بابين. لما عبد الملك بن مروان وجي ابنه مروان بن الحكم لقوا عبد الله زي ما عمل كده في البيت، فراح بعتوا له الحجاج بن يوسف الثقفي، قلنا قتل عبد الله بن الزبير وخمد الثوره. وعبد الملك بن مروان بن الحكم بيسال الحجاج الاخبار عندك في مكه قال له كل حاجه زي ما هي كويسه، ما عدا الحاجات اللي هو عملها في الكعبه في البيت. فعبد الملك بن مروان او مروان بن الحكم مش فاكره بالظبط، قال له رجع كل حاجه زي ما كانت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. راح عمل نفس الحكايه، راح مصغر البيت وراح مطلع الحجر اسماعيل بالمنظر ده، ورفع الباب زي ما كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. العجيب ان جه في خلافه العباسيين هارون الرشيد، جم الناس وهم بقى بيحكوا له على تاريخ الكعبه و و و والكلام ده، قالوا له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث في حديث بيقول كذا 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 كذا. فهارون الرشيد جاب فاروش قال طب ما احنا نرجع الكعبه زي ما كانت ايام سيدنا ابراهيم، وندخل الحجر جوه، مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان عاوز يعمل كده؟ طب ما نعمل احنا كده. فالإمام مالك كان موجود في الوقت ده، راح لهارون الرشيد وقال له يا أمير المؤمنين لا تجعل البيت ملعبة في يد الحكام من بعدك، ما تخليش بقى كل واحد يجي يدخل ويخرج فتذهب هيبته من قلوب الناس، وسيب البيت زي ما هو، ومن يوميها والبيت بقى زي ما هو. ده كل ده أنا كاتبهولك في الدرس بتاع الكعبة المشرفة.
ده منظر الكعبة، أركان الكعبة. الكعبة ليها 4 أركان، هي مربعة كده أو مستطيلة كده، لها 4 أركان يعني 4 جوانب. الركن اللي فيه الحجر الأسود ده بنسميه الركن، بنسميه الركن أو ركن الحجر الأسود. وبعد كده الركن اللي بعديه بنسميه الركن الشامي، وده بيسموه الركن الغربي. وفي روايات بتقول لا ده الغربي وده الشامي، بس أصح الرواية الصحيحة إن ده الشامي وده إيه وده الغربي. وبعد كده ده الركن اللي فيه ركن ايه الركن ايه الركن اليماني. يبقى الكعبه ليها 4 اركان، ركن الحجر الاسود، الركن الشامي، الركن الغربي، الركن اليماني. ركن الحجر الاسود، الركن اللي فيه الحجر الاسود اللي هو بنسميه الركن. انا عاوزاكم اول ما تشوف اي صوره لل اما تشوف اي صوره للكعبه تقدر تعرف احنا فين، تقدر تعرف احنا فين. الركن اللي فيه الحجر الاسود بعرفه من كسوه الكعبه، هتبص تلاقي في بنوهات كده، بنوهات ذهبيه كده. ركن الحجر الاسود بنوهات ذهبيه كده، بتعرف ده ايه الركن. احنا في 2 بعرفهم، الركن اللي فيه من الكسوه، ركن الحجر الاسود اللي فيه البنوهات دي، يبقى المفروض تحت زي ما نشوف دلوقتي فيه الحجر ايه، فيه الحجر الاسود زي ما هنشوف. والركن اللي فيه الركن اليماني اللي هو قبل الركن اللي فيه الحجر الاسود، الركن اليماني برضه بعرفه من كسوه الكعبه. بعرفه ازاي؟ هلاقي فيه شريط ذهبي كده، بص المنظر اهو، شريط الحليه ذهبيه كده عليه في غزو دي. يبقى لما اشوف الحليه دي اعرف ان تحتيها ده ايه، ده الركن اليماني. يبقى عرفت الركن، بعرف ازاي الركن الحجر الاسود، بعرف ازاي الركن اليماني. أجزاء الكعبة اللي عاوزة كل أم وأب وأخ وأخت يعرفوا إخواتهم وأولادهم وأبهاتهم وأصحابهم يعرفوا الأجزاء دي، يبقى عارفينها صم، مش لازم تروح تعمل عمرة ولا تطلع حج عشان تبقى عارف الكلام ده عن الكعبة. أجزاء الكعبة اللي هم نعرفها إحنا زي ما عشان دي اللي إحنا بنبتدي من عندها الطواف، الناس مش داريانة فين الحجر الأسود وفين الحجر وفين، مش داريين بحاجة خالص يعني. ادي الركن اللي فيه الحجر الاسود، ادي الحجر الاسود اهو، هنشوف هنقرب منه دلوقتي، ادي اهو الحجر الاسود. وبعد الاجزاء دي مهمه جدا تعرفها، الركن الحجر الاسود. وبعد كده في باب الكعبه اهو، بين باب الكعبه وبين الحجر الاسود الجزء من جدار الكعبه ده اسمه الملتزم. الملتزم ده المنطقه الوحيده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما طاف، مش فتح مكه يعني، حتى في حجه الوداع بعد ما طاف اللي لقوه وقف عندها عند الملتزم ده هنشوفه دلوقتي، ولزق صدره وبطنه عليها وخده اليمين وقعد يمسح ويدعي ويبكي. هي دي المنطقة الوحيدة اللي بيسموها التزم الملتزم، عشان كده بيسموها الملتزم لأنه التزمه بالدعاء. فآدي إيه؟ آدي هي دي الملتزم، عشان كده دي الدعاء من الأماكن الدعاء مستجاب عندها، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عندها. وإحنا بنقول يعني بنشجع لو لقيتها فاضية وكده، يعني لو لقيتها فاضية في أي وقت روح اعمل كده والزق وشك والزق إيدك، ودي اللي تروح تقعد تعمل عليها كده. أو عاوز تمسح الكعبة امسح، بس تلاقي الناس بتقعد تمسح بقى في كل حتة بقى، لا هي مش في كل حتة، هي الحتة دي اللي لو لقيتها أوريكم دلوقتي إزاي الناس بتقعد عندها، بتدي عندها ازاي. يبقى ادي ركن الحجر الاسود، وبعد كده الملتزم، وبعد كده باب الكعبه. ناس عشان كده في ناس يقول لك ايه ده باب الملتزم، لا هو اسمه باب الكعبه، بس لو واحد باب الملتزم مش نهايه العالم يعني، بس ده باب الكعبه مش باب الملتزم يعني. وبعد كده في عندي الركن الشامي، وبعد كده في عندي ايه حجر اسماعيل اهو. وبعد كده في عندي الركن الغربي، وبعد كده في عندي الركن ايه اليماني. طيب هنقرب شويه كده بقى من الحجر الاسود، احنا شفناه المره اللي فاتت. ادي ركن الحجر، ادي الحجر الاسود اهو، وعرفنا الحجر الاسود اللي باقي منه ايه اللي 6 7 8 حتت صغيرين هم اللي باقيين بس ايه من الحجر الاسود. وقلنا ده الاطار الفضي، ودي عجينه من الشمع وايه والمسك والعنبر حواليه مغطيه ايه الحجر الاسود، عشان تنشن لما تيجي تقبل الحجر الاسود انك انت تنشن على الحتت الصغيره دي. وعرفنا هنعلم ولادنا يعني ايه استلام الحجر الاسود، استلامه يعني تحيته، بستلم الحجر الاسود ازاي، يا اما بالتقبيل يا اما بالمسح عليه يا اما بالاشاره اليه باليدين. وعلمهم ازاي يشير، عشان يقول له عشان لما تروح علمه يفرد ايديه كده ظهر الكفوف وتبقى ناحيه الوش او زي تكبيره الاحرام، وبعد كده بقبل ايديا. علم ابنك وعلم بنتك دلوقتي، محدش عارف لما ابنك ولا بنتك يبقى رايح يعمل عمرة او طالع يحج انت هتبقى موجود تقول له، او هيلاقي حد يقول له الكلام ده ولا لا. الكلام ده بيبقى زي المية زي المية، وطول كل ما تيجي صورة الكعبة شايفين حجر الاسود ازاي بنستلمه ازاي، وخلي ولادك يعملوه. طيب شايفين، مش عارفة ده ابن مين في مكة، ده
اللي يشيلوه عشان ايه يبوس الحجر الاسود. جميله جدا جدا يعني في الحقيقه. طبعا الدنيا فاضيه هنا دلوقتي شايفين، طبعا الناس ما بتستغل بقى مراكزها ووظايفها. شايفين الولد ده العسكري ده ولا الضابط ده حاطط ايده فين، حاطط وشه فين بقى؟ هو حاطط وشه على الملتزم زي ما بقول لكم، الحته اللي بين هنا بقى تلاقي باب الكعبه هنا اهو، ده ايه بيدعي كده، المنظر بيبقى كده، بتحط ايده، هو المفروض ترفع ايديك خالص وبتحط وبتلزق صدرك وبطنك وايه وخدك اليمين اهو، ده عند الملتزم. شايفين دي بقى مش عند الملتزم، دي جدار من جدار يعني جدار الكعبه العادي يعني، برضو الناس يعني كده بيدعوا وعند باب الكعبه اهو، والملتزم هنا اهو. طبعا طبعا ده بتلاقيه موت طبعا يعني، هنا مش عارفه ده ماسك ايه، ده بيمسك حاجه ولا ماسك قلم ولا بيعمل ايه، مش يحدف نفسه هنا مش عارفه. عارفين الحجر بتاع الكعبه، وخلي بالكم دلوقتي عاملينه بنحاس اصفر، شايفين المنظر، بنحاس محددين شكل الحجر، لان شكل الحجر مش كده، هوريكم شكل الحجر في الاخر خالص زمان كان عامل ازاي، لكن هم بقى من نوع الفخفخه بقى وبتاع والدندشه اللي بيعملوها في الكعبه، فعاملين محددين الحجر بتاع ده ببارز كده من النحاس الاصفر. ده بقى في الحج بقى عندكم الحجر الاسود، العسكري اللي بيبقى واقف هنا بيبقوا رابطينه في الكعبه عشان الناس ما يحذفوهوش اهو، بندخل ايديه اهو، وادي الملتزم اهو شايفين، ادي الملتزم باين اهو، وادي باب الكعبه. شايف باب الكعبه حوالي 3 متر 3 متر فوق، يعني الراجل واقف ومش ورافع ايديه مش طايل ايه الباب عشان مش اي حد يعرف يخش. ادي اللي احنا لما بنيجي نطوف بنبتدي نطوف عند الحجر الاسود، وبعد كده ايه بنوصل لغايه حجر اسماعيل وبنلف حوالين حجر اسماعيل، وايه وبنروح ناحيه ايه ناحيه الركن اليماني. حجر اسماعيل هتلاقي من يعني طبعا ده من الاماكن اللي يستجاب فيها للدعاء، من الاماكن اللي يستجاب فيها للدعاء، وكان بيقول لك ايه كمان تحت الميزاب. لما رحنا هناك فين الميزاب؟ فين الميزاب؟ يقول لك قدام قدام، فين الميزاب؟ قدام قدام، كنت بسال عليه عشان بيقولوا الاماكن اللي يستجاب فيها للدعاء. طلع الميزاب ايه هو؟ هو المزراب بتاع الكعبه، المزراب بتاع سطح الكعبه اللي هو ده. هو ده الميزاب. من الاماكن التي يستجاب فيها الدعاء تحت الميزاب، يعني تقف هنا وتدعي، تخش حجر اسماعيل تقف ايه وتدعي. هنقرب دلوقتي من الميزاب ونشوفه. حجر اسماعيل، انت لما تشوف حجر اسماعيل طبعا ازاي حجر اسماعيل فاضي كده والناس من بره، هما بيفضوه وقت الصلاه، لانه ماشيين بالمذهب اللي لا يجوز الصلاه داخل الكعبه، صلاه الفريضه داخل الكعبه، يجوز صلاه السنه، لكن الفريضه ما ينفعش تصليها جوه الكعبه. فلما تشوف المنظر ده تعرف ان وقت الصلاه جه، فبيخرجوا الناس كلها عشان تصلي ايه تصلي بره. هنقرب شويه من الميزاب. شايفين الميزاب معمول متغطى بميه الذهب، جميل جدا جميل جدا، وحرفه فيه شوك شوك كده، ده عشان الحمام ما يقفش عليه وما ايه ما يخرجش فضلاته على الناس اللي بتصلي. بصوا بقى حجر اسماعيل وهو في ناس بقى، بصوا المنظر عامل ازاي، بص المنظر عامل ازاي، الناس بتخش تصلي في حجر اسماعيل. الناس ما بتخشش من هنا، لا بتخش من هنا لانه له بابين، بتخش من الباب بيقف طابور هنا زي بتاع الحجر الاسود كده، يقفوا طابور ويخشوا يبتدوا يخشوا ايه يخشوا يصلوا. الصورة دي برضو حجر اسماعيل متاخدة من فوق الكعبة، جميل جدا، صورة جميلة جدا وقت الصلاة. وادي المزراب اهو، الميزاب اهو بتاع الكعبة، وحد كان حاطط سجادة، الراجل يعني حد كان حاطط ايه سجادة في الايه في حجر اسماعيل. ادي الركن اليماني، الركن اليماني ده برضه له استلامه، ببقى استلمه بسم الله والله اكبر زي الحجر الاسود، لكن ما ببص ايديا. في بعض المذاهب بتقول لك لا ما تستلموش، لا الرسول عليه السلام في مذاهب ثانيه بتقول لك ان هو ايه ان هو استلمه لكن ايه ما قبلوش، فاحنا نستلمه مش هنخسر حاجه، نستلمه بدون تقبيل اليدين، ولو قبلت ده مش هيجر حاجه يعني. ان شفته في حاجه اسمها الشزروان، الشزروان اللي هو ايه الشزروان، هو حاجه زي ايه زي الوزره كده حوالين الكعبه، عاملينها ليه؟ عاملينها عشان حاجتين، الحاجه الثانيه عشان تحمي جدران الكعبه، جدران الكعبه من المطر من الميه، والحاجه الثانيه علشان فيها حلقات بيربطوا فيها كسوه الكعبه، اهي الحلقات اهي حلقات باينه اهي بيربط فيها كسوه الكعبه. ده الركن اليماني من غير الكسوه، بصوا بقى ما بيحطوا الكسوه عليه هو داخل الكسوة، ادي الركن اليماني داخل الكسوة، وشايفين رابطين كسوة الكعبة في الايه في الحلقة اهو يا ولاد، شايفين؟
السدانة اللي هي الحجابة اللي هو مفتاح الكعبة. السدانة يعني ايه؟ العناية بالكعبة والإشراف على شؤونها من فتح وغلق الكعبة وغسيل وتنظيف وكسوة واستقبال الزوار، دي اسمها السدانة. وقلنا دي كانت لبنو عبد الدار والأحفادهم عثمان بن طلحة، ولغاية دلوقتي أحفادهم ايه بنو شيبة. أول من كانت له أو واللي مسؤولين عن السدانة اسمهم سدنة الكعبة، سدنة ما تبرك كده بتاع 4 5 أسر على سدنة الكعبة. أول من كان له السدانة سدانة الكعبة كانت السيدة هاجر المصرية، أما كانت هي وسيدنا إسماعيل، هي اللي كان معاها إيه مفتاح الكعبة، وهي اللي كانت إيه بتدخل وبتخرج، وهي اللي كانت بتنظف والمسؤولة عن الكعبة. دلوقتي سدانة الكعبة اللي هي مفتاح الكعبة اللي هو ده، نشوفه بس كده، ادي مفتاح الكعبه اهو. ان اول سيدنا الكعبه كانت سيده هاجر المصريه وابنها اسماعيل. ادي مفتاح الكعبه، ايوه بصوا انا عامل كده هنا، لابسه اهو كده زي ده كده، ده بيجي اونلاين يعني كنت تحبوا يعني. فده مفتاح الكعبه. لما تشوفوا المنظر ده عادة الكسوة بتبقى واصلة لغاية تحت، لكن هم في موسم قبل بداية موسم الحج بيرفعوا الكسوة فوق، لأن الناس كتير بتقعد تقطع وتقصقص في الكعبة كده، فبيرفعوها فوق. لما تشوف المنظر ده تعرف إن الكعبة دي في موسم الحج، حتى هم يقولك إيه الكعبة محرمة زي الإيه الحجاج، الكعبة محرمة. فما تشوف التانيين كسوة الكعبة من جوه بيضة، ما بيتنوها كده تعرف إن ده الصورة دي متاخدة في موسم الحج. بصوا بقى المنظر ده، احنا عاوزين نخش جوه الكعبه. لو تخيلت المنظر ده عندك، لان احنا شلنا الحيطه دي كلها، لو شلنا الحيطه دي كلها عشان اخش جوه الكعبه اشوف جوه الكعبه في ايه فرصه يعني، لو شلنا الحيطه دي هيبقى المنظر عندي كده. هما احنا قلنا كان في كانت قايمه على ست اعمده، خلوها ثلاثه بس، هما بعد حركات البناء كتير اللي عملوها على 3 أعمدة. وادي الباب من هنا اهو. احنا عاوزين نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فين يا دكتوره سوزان؟ هو صلى فين؟ هو دخل صلى قدام الجدار المواجه للباب، الباب اهو، عشان تعرف لو دخلت هناك ان شاء الله ربنا كرمك دخلت او دخلتي. الباب المواجه لجدار الكعبه هنا اهو، هو ده. وصلى هنا، صلى فين بقى بالظبط؟ خلى عمود على ايده اليمين واثنين على واحد على ايده الشمال واثنين على ايده اليمين. والمكان اللي صلى فيه بالظبط حاطين رخامه بيضاء، بصوا المنظر. في الارض، حاطين في الارض رخامه بيضاء، دي دليل على مصلاه. شالوها بقى حطوها، انت بتبقى عارف انت فين، هتخلي عمودين على ايدك الشمال اليمين وعمود على ايدك الشمال، وايه وتقرب خالص من الايه من الجدار اللي في الوش وتصلي. بصوا حد كان داخل مهم كده داخل يصلي، بص اهو بيصلي هنا اهو، اهو البتاع الابيض، معلش الصوره مش حلوه، البتاع الابيض اهو بيصلي عليها اهو، مكان مصلاه صلى الله عليه وسلم. طيب ازاي بيطلعوا الكعبه يا دكتوره سوزان؟ بيجيبوا السلم ده على عجل، ده بيجيبوه يحطوه قدام باب الكعبه، وطبعا بيجيبوا كميه عساكر مهوله، طبعا كده كميه عساكر المهوله دي اللي موجوده، اكيد في حد مهم جاي يصلي، يا ترى مين اللي جاي يصلي؟ هم بيحركوا السلم وجابوه كده على باب الكعبه، والعساكر بقى واقفين حاجه، في حد مهم جاي، يا ترى مين اللي جاي يصلي؟ اوه ملك سلمان شخصيا، ملك سلمان شخصيا داخل يصلي في الكعبه. تعالوا نشوف هيخش يصلي فين. اهو الملك سلمان وجنبيه الشيخ السديسي امام الحرم بيصلي اهو. بص على ايده الشمال فيه عمود، وشوفوا بقى هو تاني صورة تانية. بصوا على ايده اليمين في ايه عمودين، صح زي ما قلنا، عشان تعرف هتصلي فين. على ايدك اليمين وانت داخل من باب الكعبة هتلاقي في باب كده، الباب اللي بيطلع على السطوح. تعالوا نطلع نشوف فوق سطح الكعبة في ايه، اللي طلع فيه بلال وأدن من فوق. تعالوا نخش جوه كده السلم الداخلي الكعبة المؤدي لسطح الكعبة. طبعا الدنيا كحل طبعا، فمسكين نور معاهم وهم طالعين. هيطلع فوق، اسف، هيطلع فوق في باب كده بيفتحه، يطلع فوق هنا، هو ده سطح الكعبة هنشوفه حالا، ده وهو مفتوح هنشوفه وهو مقفول. ايه دكتور زين الحبال دي كلها؟ الحبال دي ده اللي رابطين فيها كسوة الكعبة، وان شاء الله يوم عرفة اللي بيجددوا فيها كسوة الكعبة، بيغيروا فيها كسوة الكعبة، هوريكم بقى ازاي بيغيروا كسوة الكعبة، جميل جدا جدا عشان نوريه لاولادنا.
فهو ده فوق سطح الكعبة. بصوا بقى السطح كله بقى اهو، يبقى الجزء البارز ده اللي ايه اللي السلم بيطلع عليه، ودي كسوة الكعبة بتربطها اهي في ايه في الأعمدة، عمود زي عمود كده بلتكانات بتاعتنا كده بيربطوا فيها كسوة الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني لما وصل لمكة بعد فتح مكة، بعت حد يجدد أنصاب الحرم. يعني أنصاب الحرم سيدنا إبراهيم بعد ما بنى الكعبة وربنا قال له أذن في الناس بالحج، صح؟ وأذن الناس بالحج، نزل له سيدنا جبريل وقال له تعالى، خرج بيه حوالي 6 كيلو أو 7 كيلو شمال مكة وقال له حط علامة هنا. علامة ايه؟ بالطوب، زي ما اي بطوب، حط علامة هنا. وبعد كده مشي شوية قال له حط علامة تانية هنا، ومشي شوية قال له حط علامة تانية هنا، ومشي ومشي مشي حط علامات 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 مع سيدنا جبريل. قال له بص بقى، المنطقة اللي مش مكة بس، مكة اهي اللي فيها الكعبة اهي، دي مكة هنا بس كده، دي مكة. المنطقة اللي داخل العلامات دي اسمها الحرم المكي. العلامات اللي احنا حطيناها دي اسمها أنصاب الحرم المكي. أنصاب يعني علامات الحرم المكي. يعني ايه؟ المنطقة دي بقى اللي جوه دي لها أحكام معينة. ممنوع حد جوه يحمل سلاح، ممنوع حد يقتل حد، ممنوع حد يقطع شجر، ممنوع حد يلاقي حاجة ينفر صيد، ممنوع حد يلاقي حاجة في الأرض ياخدها، لها أحكام كده. المنطقة اللي جوه دي اسمها الحرم، واللي بره العلامات دي اللي احنا حاطينها اسمها ايه؟ الحل. الناس اللي ساكنه جوه اسمهم اهل الحرم، الناس اللي ساكنه بره اسمهم اهل الحل، خلاص. العلامات دي محطوطه من ايام سيدنا ابراهيم، كل حد كان بيجي كان بيزود العلامات دي. ورسول الله لما دخل مكة بقى بيزود العلامات دي ليه؟ علشان ويحطوها على حروف الجبال زي ما هنشوف دلوقتي، يحطوا علامات او يبنوا حاجة او يحطوا طوب فوق بعضه علشان انصاب وعلامات الحرم وحدود الحرم ما تروحش حتى تقوم الساعة. فالعلامات دي اللي اسمها ايه؟ انصاب ايه؟ انصاب الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه تاني يوم بعت حد يجدد هذه الانصاب، لان من ايام سيدنا ابراهيم العلامات دي ايه بقى؟ اللي اتردم واللي وقع واللي فبعته ايه؟ يجدد ايه؟ يحط ايه؟ علامات زياده، لدرجه ان علامات الحرم، وانا كاتبه لك في الورق بتاع الحج، يعني حوالي نص صفحه كده عن الحرم المكي وانصاب الحرم ايه هي، عشان العلامات دي بلغت عدد العلامات دي كل حد وامير خليفه او امير مؤمنين او حاكم او سلطان يجي كان بيجدد يحط علامات زياده، ما بيهددش القديم، القديم موجود بيسيبه ويبني عليه تاني، يحط تاني. بلغ عليه حوالي يعني 900 وحاجه، 900 وحاجه العلامات دي فوق الجبال وفوق الكثبان وفوق كده، علشان تبقى ايه؟ تبقى حدود الحرم تبقى موجوده حتى تقوم الساعه. حتى من ضمن احكام الحرم دي رسمه انا حاطها لكم في الورق، رسمه لكم شكل كده يعني كده. الحرم له حدود، حدود الحرم دي بقى التنعيم والجعرانه وعرفه واضاها لبن، يعني هناخدها ان شاء الله في الحج هنتكلم بالتفسير دي. من ضمن حدود الحرم ممنوع اي حد غير مسلم يسكن جوه الحرم، يسكن جوه الحرم الحدود دي بقى، مش مكه بس لا، وما حولها حدود الحرم ممنوع حد يسكن. يعني دلوقتي بقى احنا عرفنا كلمه الحرم مش معناها ان الناس بتيجي تقول لك على الحرم يعني قصدها على المسجد الحرام، وناس تيجي تقول لك الحرم قصدها مكه، لا، الحرم وتلاقي الاتوبيسات واقفه في جده والعربيات واقفه في جده، حرم 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 قصدهم مكه، العربيات رايحه مكه، لا. يبقى دلوقتي احنا عارف تقول لك ايه؟ هقابلك في الحرم واشوفك في الحرم ومش عارفه ايه والكلام ده. دلوقتي احنا فهمنا ان كلمه الحرم اوسع قوي من كلمة، يبقى في فرق بين الكعبه، في فرق بين المسجد الحرام، وفي فرق بين مكه، وفي فرق بين الحرم المكي، خلاص. وطبعا ربنا عمل الحرم المكي ده عشان الناس يأمنوا نفسهم وهم ايه بيحجوا، لان داخل الحرم المكي ده هتلاقي فيه منى والمزدلفه واخره ايه؟ واخره عرفه زي ما هنشوف.
فالناس تبقى حاسه بطمأنينه تامه وتأمن على نفسها وهي بتحج زي ما نشوف الكلام ده. ففي وانت جاي من مكه وجاي من المدينه وهتقرب من الحرم، علامات الحرم دي محطوطه لغايه النهارده، هوريها لكم عشان وانت رايح مكه، وانت رايح من مكه رايح المدينه، وانت جاي من المدينه داخل مكه تعرف ان انت دخلت في الحرم، تعرف ازاي من العلامات دي، هوريها لك دلوقتي. اسمها انصاب الحرم. هتلاقي حتى في يفط مكتوب مكه المكرمه للمسلمين فقط، الطريق ده للمسلمين بس، غير المسلمين اللي عاوزين يعدوا، مثلا واحد مثلا عاوز يعدي هنا ما ينفعش يخش كده، لا بيلف بيلف بيلف، عاملهم طرق مخصوصه. ف ادي انصاب الحرم، الانصاب الحرم العلامات اللي حاطينها وانت داخل الحرم جاي من المدينه وداخل على جاي من المدينه فوق وداخل على مكه على رايح مكه. عند بدايه الحرم هتبص لايه؟ بدايه الحرم معناها انك انت دخلت ايه؟ داخل على الحرم المكي. وانت خارج من مكه بقى، وانت خارج من مكه وبعد ما ينتهي الحرم هتبص تلاقي ايه؟ بدايه نهايه حد الحرم، نهايه حد الحرم، يعني خلاص العربيه دي خرجت من الحرم وماشي بقى في طريقها. خلاص؟ يبقى دي العلامات. بصوا بقى كمان، دي بدايه حد الحرم بين جده ومكه، بين جده ومكه، جده اللي فيها كلنا بننزل بالطيارات وكده بننزل هناك، فبتلاقي المنظر ده لازم هتشوفه وانت من جده رايح ايه؟ رايح مكه. فدي ما تلاقي القوس ده تعرف ان ده ايه؟ بدايه حد الحرم بين جده ومكه اهو، بدايه حد الحرم هنا اهو. عشان ده كل ده وانت في العربيه اتكلم اتكلم وقول اتكلم وقول وعلم الناس يعني ايه حرم وازاي، وهنتكلم الكلام ده كل ده بتفصيل في الحج والعمره ان شاء الله. انصاب قديمه لحدود الحرم المكي. شوف هنا هم هنا دي كانوا يعملوا اما قبه كده كانوا بيحددوا بيها، مبنى بنيه كده يعني. الشكل الاخير لو تاكلوا اللي فات ده، ده كان احدث حاجه موجوده هتشوفوا دلوقتي، لكن دي حاجات قديمه. شوفوا حاجات قديمه بيسيبوها برده، بيسيبوها. شوفوا اشكال كانوا بيعملوا كده زي اللي مش عارفه ده اسمه ايه ده بقى، ده بيسيبوها برده، دي محدده في بعض ايه فوق بعض الجبال. بصوا ده واخد رقم كام؟ 922، حاطين ارقام عليهم عشان هم رايحين يجددوها، مثلا يلاقوا 920 ما يلاقوش 21، يلاقوا 922 يبقى يحطوا علامة 21 عشان يضمنوا دايما. فشوفوا دي مع شوية حجر محطوطين فوق بعض، فوق الجبال بقى بعيدة، لكن طبعا في الأماكن اللي فيها على الطرق وكلام كده بتبقى إيه يعني، اللي هي الجديدة اللي شفناها قبل كده يعني. هدي متخيلين اهي، ادي على الطرق الرئيسيه عشان ايه الناس تعرف انها دخلت الحرم. ادي العلامه اهي بدايه حد الحرم، ده طريق المدينه وطريق جده وطريق اليمن، حاطين العلامات هنا اهي. وادي ده هو ده كل يعني معلش العملها عشان الاطفال عشان افهمهم. ادي الحدود الحرم اهو تقريبا، والكعبه جوه اهي. الكعبه دي دليل على انها مكه يعني، مش كل دي مكه، لا كل ده الحرم، مكه حته قد كده بس، كل ده بقى حرم. وادي هنا المنى، وادي المزدلفه، وادي جبل الرحمه في عرفه، وادي عرفه هنا ايه بره، ايه بره مكه، بره الحرم. خلاص عشان تتخيل يعني. وادي مسجد التنعيم اللي احنا ايه بنروح ايه نحرم منه لو كنا ايه من اهل مكه او مقيمين في مكه، هنعرف الحدوته دي ان شاء الله لما ايه في الحج والعمره. تعالوا بقى شوف صور لذيذه جدا جدا، امطار على الحرم. بصوا المطر لما بينزل على الحرم المنظر بيبقى عامل ازاي، والولاد بتقعد بتغرق ميه وتتبسط قوي قوي. بصوا بقى الكعبه بتبقى عامله ازاي في المطر، المطر نازل فوق سطح الكعبه، الميزاب بقى ابتدي ينزل ميه، وشوف قصة الكعبة مبلولة ازاي. طب المطر لما بيشتد، المطر لما يشتد يبقى اسمه ايه؟ اسمه المطر لما يبقى مطر جامد قوي وينزل على جبل وياخد الجبل وينزل، ينزل من على الجبل مية تنزل من على الجبل، ده يبقى اسمه ايه؟ على الوادي تحت يبقى اسمه سيل. وزي ما شفنا مكة وادي ارض منخفضة وحواليها جبال من كل حتة، فلما المطر بيزيد قوي بينزل على الجبال، يقوم ايه جارف الجبال دي، وعلى فين بقى كله؟ على مين؟ على مكه، اللي بنسميها ايه سيول، بتحصل في مكه. تعالوا بقى شوفوا منظر السيول دي لما المطر يزداد. هنشوف الاول على الكعبه، بصوا السيل نازل، الكعبه مش باينه من المطر، من السيل نازل. والغريب شوفوا المطر نازل جامد قوي، والناس ايه بتطوف برده بتطوف، وده بيبقى له ثواب كبير جدا جدا يعني. بصوا الكعبة البتاع ده بينزل زي الدش، دش نازل لأن المطر إيه جامدة.
في سنة من السنين. طبعا دلوقتي المطر ما بينزل كده، في عندهم شبكة صرف بتصرف المية عشان المية ما تتجمعش. في سنة من السنين شبكة الصرف بتاعت مكة اتسدت، اتسدت. بصوا المسجد الحرام بقى عامل ازاي، الكعبة بقت عاملة ازاي، والمسجد الحرام بصوا المية بقت عاملة ازاي. بصت في الكعبة لغاية فين، غطت الحجر الأسود اهي شوفوا، وراجل قاعد بدلدل رجليه. بس المنظر كان عامل ازاي. لا مش كده وبس، ده المية دخلت فين، هنشوفوا المية ناحية حجر اسماعيل. لا المية دخلت قصدي المسجد نفسه، شوفوا المية دخلت المسجد ازاي، المية دخلت المسجد نفسه. بصوا المية عند حجر اسماعيل كانت عاملة ازاي. يا رب تكون الصور واضحة، معلش انا اسفة يعني ما سمعش صور قديمة. المية حوالين حجر اسماعيل عاملة ازاي، شوف السيول على مكة نفسها، شوف السيول لما بتنزل اللي الشوارع بتبقى عاملة ازاي في مكة بقى، العربيات عاملة ازاي. بص العربيات عاملة ازاي، يعني مش في تجمع بس يا أولاد. شايفين المنظر، شوفوا بعد السيول العربيات بتبقى عاملة ازاي، بعد السيول المنظر بيبقى عامل ازاي. ده المنظر الكعبة والمسجد الحرام سنة 1800. بصوا الكعبة الكسوة، كانت مصر زمان هي اللي كانت بتدي الكسوة. الحق ده كان مقام إبراهيم، بصوا كان عامل ازاي، غطي ازاي. وده كان زمزم، زمزم كانت فوق الأرض وكان بني لها البيت ده، وكان الناس تخش ايه، تخش ايه، تشرب بير، بير كان بير، بير تخش تشرب من هنا. وكان ده حصى، كل ده حصى، كل ده حصى، وكان في قلل هنا الناس تشرب منها. ده في موسم الحج سنة 1800. بصوا الناس كانت قاعدة ازاي قدام الحجر الأسود اهو. بصوا الحجارة بتاعت الكعبة اللي بقولكوا، بص ده شكل الحجارة الطبيعي بتاع الكعبة، بصوا كانت عاملة ازاي. خلي بالكم ده من أيام سيدنا إبراهيم، يعني 5000 سنة مثلا ولا حاجة. فدلوقتي السعودية هي وضبتهم بقى بالبرز النحاس اللي وريتها لكم دي. بصوا الناس كانوا عددهم قليل ازاي، وكان كسوة الكعبة مش بيلفوها بقى، حزموا الكعبة ويعملوا الكعبة ويعملوا الكعبة ان هي محرمة، لا كانوا بيرفعوا. هنشوفها ان شاء الله في قصة الكعبة. مهما حصل الكعبة قديمة جديدة، سيول مش سيول، هنروح يعني هنروح ان شاء الله. وبنحب الكعبة وبنحب بيت الله الحرام، ربنا يقدركم تشوقوا الناس لبيته سبحانه وتعالى، يرزقكم ويرزقنا زيارته وزيارة الحبيب ان شاء الله. كده هنبقى خلصنا، وان شاء الله نشوفكم يوم الخميس. نسيت اقول لكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي في مفاجأة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وعلى صحبه. اللهم انك تعلم ان هذه قلوب قد اجتمعت على طاعتك واجتمعت على ودك ومعرفتك، فثبت اللهم اقدامنا وادم ودنا. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وافتراقنا معصوما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، واهدنا واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين بجلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. اللهم بلغنا ليلة القدر وثواب ليلة القدر وفضل ليلة القدر، على قدر قدرك يا عظيم، على قدر قدرك يا رحيم، على قدر قدرك يا كريم، على قدر قدرك يا عليم، على قدر قدرك يا سميع، على قدر قدرك يا بصير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه. نشوفكم إن شاء الله يوم الخميس القادم.